يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الورده الجنانيه التي تفتحت في حجر الحسين سلام على رضيع الحسين فهذا يوم مولده سلام على امامنا التاسع انه التاسع في سلسله الائمه الاثني عشر والحادي عشر في سلسله الائمه الاربعه عشر سلام على إمامنا التاسع ونورنا الساطع أبي جعفر محمد الجواد الناصع سلام على قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه الحلقه التاسعه والعشرون بعد الثلاثمائه البرنامج الذهبي إنه, انه برنامج, برنامج القرية, القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية, الزبده الذهبيه اعرف امامك وعرف بإمامك, بامامك المعرفه الذهبيه, الذهبية إمامك, امامك دينك ودينك, ودينك إمامك. إمامك العبادة, العبادة الذهبية. رابط, رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك, إمامك. البراءة, البراءة الذهبية. الذهبي طلق منهج, منهج أصحاب العمائم, العمائم الإبليسية الكبيرة, الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعه فيه ان كنت راغبا في امامك هذا هو الجزء التاسع من عنواننا الزياره الجامعه الكبيره واتون التحريف وهو الجزء الاخير من هذا العنوان عنواننا الصغير تحريف الدين الخوء مثالا هذا هو القسم الثالث من عنواننا الفرعي: تحريف الدين الخوئي مثالا. قبل ان اكمل حديثي الذي لم يسعفني الوقت لاكماله في الحلقه الماضيه هناك ملاحظه سريعه للفائده العلميه ذكرت في الحلقه الماضيه الروايه التي ذكرها المجلس في البحار في الجزء الثالث والاربعين نقلا عن كتاب دلائل الامامه للمحدث الطبري الامامي والتي كان الكلام بخصوص سندها من ان المجلس ذكر في سندها ابن سنان من دون ان يكون الاسم مميزا هل هو محمد ابن سنان هل هو عبد الله بن سنان مر الكلام في هذا لا اريد ان اعيد الكلام انما اردت ان انبه الذين يهتمون لهذا الموضوع من ان المجلس قسم الروايه الى شطرين في الجزء نفسه فذكر شطرا منها وهو الذي يتعلق بمولدها صلوات الله عليها بمولد الصديقه الكبرى ذكر ذلك في الصفحه التاسعه انه الحديث السادس عشر النصف الثاني الشطر الثاني من الروايه نفسها جاء مذكورا في الباب الذي عنوانه ما وقع عليها من الظلم صفحة 170 إنه الحديث الحادي عشر فإذا أردتم الرواية الكاملة بحسب الجزء الثالث والأربعين من بحار الأنوار تذهبون إلى صفحة التاسعة وبعد ذلك تعودون إلى الصفحة 170 كي تجمعوا بين شطري الروايه كي تكون الروايه كامله مثل ما وردت في كتاب دلائل الامامه للمحدث الطبري الامامي ملاحظه لاجل الفائده العلميه لا زال الحديث بخصوص الخوي في اخر حلقه يوم امس وصلت معكم الى ان الخوئي وهو يتحدث عن شرائط مرجع التقليد في بحثه الفقهي الاستدلالي لا يشترط ان يكون مرجع التقليد شديد الحب لمحمد وال محمد ولا يشترط فيه ان يكون على معرفه تامه بهم على الاقل بحسبه بحسب المرجع نفسه والا فليس هناك من احد يستطيع ان يكون على معرفه تامه بحسبهم صلوات الله عليهم هذا هو الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد من كتابه من كتاب الخوء التنقيح في شرح العروه الوثقى صفحه 220 الخوئي قبل أن يقول هذا الكلام في صفحة 219 ذكر رواية مروية عن إمامنا الهادي سأقرأ الرواية عليكم ضعّف سندها بحسب منهجه الرجالي وبعد ذلك قال واما الروايه الثانيه وهي التي ضعف سندها فهي غير معمول بها قطعا يعني حتى لو كانت صحيحه السند هو ضعف سندها بحسب قذارات علم رجاله ولكنه مع ذلك يقول حتى لو كانت هذه الروايه صحيحه السنه فهي غير معمول بها قطعا لماذا لا ندري ساقرا الروايه عليكم من مصدرها الاصل رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران في الصفحة الرابعة من الكتاب إنه الحديث السابع أحمد ابن ماهوي هو وأخوه كتب إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يسألانه عمن يأخذان معالم دينهم ومعالم الدين العقيدة أولاً تفسير القرآن ثانيا المعارف والثقافة الدينية ثالثا الأحكام رابعا وبعد ذلك تأتي الآداب والسنن والأخلاق أحمد ابن ماهويه واخوه كتبا الى الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه كتبا الى ابي الحسن الثالث ابو الحسن الثالث هو امامنا الهادي يسالانه عمن ياخذان معالم دينهما فماذا اجابهم امامنا الهادي كتب إليهما رسالة يقول فيها إمامنا الهادي صلوات الله عليه فهمت ما ذكرتما يخاطب أحمد ابن ما هويه وأخاه فهمت ما ذكرتما فاصمدا فاصمدا في دينكما الصمود في الدين والصمود في كل شيء الصمود هو الصبر والثبات والتمسك ولكن بملاحظة أن الصمود يكون باتجاه جهة يصمد إليها يتوجه إليها الإمام الهادي يأمر أحمد بن ماهوي وأخاه أن يتوجه إلى مقصد إلى جهة وأن يكون حالهما حال الثبات والتمسك والاستقامه والصبر فاصمدا فاصمدا في دينكما على مسن في حبنا والنسخه الادق على متين في حبنا حتى لو قلنا على مسن في حبنا اي قد طال عمره في حبنا والنظر هنا ليس الى طول العمر النظر هنا الى شده الحب فاذا طال عمره في الحب صار حبه شديدا هذا تعبير كنائي فاصمدا في دينكما والا ما فائده ان الانسان يطول عمره وهو لا يحمل في قلبه حبا شديدا له ما فائده طول العمر هنا؟ فطول العمر ليس ماخوذا بنظر الاعتبار بالدرجه الاولى وانما التعبير كنائي حيث ان الامام يريد الاشاره الى شده الحب في قلبه هذا قلت إذا كان النص هكذا وإلا فإن النص الصحيح على متين في حبنا. فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهم وفي بعض النسخ فانهما فانهم فانهما كافوكما ان شاء الله تعالى اذا السائلان سالا الامام الهادي في رسالتهما عمن ياخذان معالم دينهما الامام وجه هذين الاخوين الى متين في حبهم في حب محمد وال محمد وكبير التقدم في امرهم في معرفتهم مواصفات مرجع التقليد بحسب امامنا الهادي ما هي ان يكون مجتهدا ما هي أن يكون مثل ما ذكروا في رسائلهم العملية من مواصفات مرجع التقليد والتي جاءونا بها من كتب الشوافع مر الكلام في هذا مواصفات مرجع التقليد هي هذه هذه المواصفات الأساسية أن يكون متينا في حبهم ان يكون كبير التقدم في امرهم قطعا هذا لا نشترط فيه ان يكون عاقلا قطعا هو عاقل قطعا لا نشترط فيه ان يكون مؤمنا فهذا هو الايمان قطعا لا نشترط فيه ان يكون فقيها لا بد ان يكون فقيها والا كيف ارجع الامام الهادي هذين الاخوين الى مرجع اشترط فيه هذه الاوصاف اذن هذه الاوصاف هي التي لا بد ان تتوفر بالدرجه الاولى في مرجع التقليد والتي لا يمتلكها اي مرجع من مراجع حوزه النجف وكربلاء هذه المواصفات التي يريدها محمد وال محمد المواصفات المذكوره في الرسائل العمليه هي التي يريدها الشافعي لانهم جلبوها من كتب الشافعي وقد اثبتت هذا في برامجي المنتشره على الشبكه العنكبوتيه، لا اريد ان اعيد ذلك الكلام. الامام الهادي يريد اهم اوصاف مرجع التقليد هي هذه ان يكون متينا في حبهم. ان يكون كبير التقدم في امرهم فانهما كافوكما ان شاء الله تعالى هؤلاء هم الذين سيقدمون لكم دينا سليما دينا صحيحا فانهما كافوكما ان شاء الله تعالى هذه الروايه لا تحتاج الى بحث في صحتها هذه الروايه تاتي منسجمه مع العقل السليم ما من مجموعه على وجه الارض بل في كل عالم تزعم عليها ترأس عليها شخصا لن يكون الاعلى تمسكا بمبادئ تلك المجموعه لا شان لي بهؤلاء الثولان من مراجع حوزة النجف وكربلاء الذين لا يشترطون في مرجع التقليد ان يكون شديد الحب لمحمد وال محمد وان يكون له ثبات تام في معرفتهم امامنا الهادي هو الذي يشترط هذه الشرائط الروايه اولا هي في كتبنا القديمه رجال الكشي من كتبنا الحديثيه القديمه مضمون الروايه واضح وواضح جدا مضمونها يؤيده العقل السليم ينسجم مع الفطره الشيعيه الواضحه مضمونها يعانقه القلب يعانقه الوجدان لا نحتاج فيها إلى بحث هل الرواية صحيحة أو ليست بصحيحة، إنها دالة على نفسها بنفسها، رجلان من الشيعة يكتبان رسالة إلى إمامهم إلى الإمام الهادي يسألان في هذه الرسالة عمن يأخذان معالم دينهما شيعيان يسالان هذا السؤال الامام يجيبهما كتابه في رساله اليهما يامر الامام هذين الشيعيين ويامرني ويامركم يامرنا جميعا فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في امرنا فانهما كافوكما ان شاء الله تعالى. هذه الشرائط الاهم في مرجع التقليد. الروايه لا تحتاج الى بحث مصدرها من مصادرنا الحديثيه القديمه. هذا المضمون واضح يتعانق مع العقل السليم مع القلب النظيف مع الفطرة الواضحة مع الوجدان البين لا يوجد في هذه الرواية حرف واحد يدفعنا إلى الشك في صحتها ومع ذلك فإن الخوئية والسيستانية أيضا ضعف الرواية السيستاني أيضا في كتابه هذا في كتابه هذا الاجتهاد والتقليد والاحتياط من مجموعة كتب السيستاني هذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير ألفين وعشرين ميلادي ألف وواحد واربعين هجري قمري طبعة حديثة إذا ما ذهبنا إلى صفحة 475 وخمسة وسبعين الهراء هو ضعف الرواية وبعد ذلك ذكر نفس كلام الخوئي والرواية مخدوشة من جهة السند ضعفها سند كما يناقش فيها من جهة الدلالة وضعفها متنا إذ من المسلم هذا المسلم من أين جاء به السيستاني من فوق من جوة لا بد أن نسأله كي يجيب إذ من المسلم عدم اعتبار كون المفتي مسنا في حبهم وكثير القدم في أمرهم وكثير القدم وكثير القدم, وكثير القدم بحسب ما يقرؤونها القراءه الصحيحه هي التي قراتها عليكم الكلام هو هو اذ من المسلم عدم اعتبار ما اشترطته الروايه والخوئي ايضا يقول للجزم هناك جزم الكلام هو هو مثلما قلت لكم، السيستاني هو خيط صغير وصغير جدا في فردة جورب من جوارب الخوئي، صبيان الخوئي هم الذين جعلوه مرجعا. محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، هؤلاء هما اللذان صنعا السيستاني مرجعا. هذان أقول للشيعة كافوكما وتتركان أو صهفة مرجع التقليدي عند أئمتنا اللذان نصب السيستان مرجع محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي شابان نهزقان من اولاد الخوئي هؤلاء هم الذين نصبوا السيستان مرجعا فهل هذان كافوكما ام انكم تتمسكون بالروايه عن امامنا الهادي فانهما كافوكما إن شاء الله تعالى المتين في حب محمد وآل محمد وكبير التقدم في أمرهم صلوات الله عليه خرط السيستاني هو فرع من خرط الخوئي ولذا لن أطيل الوقوف عند خرط السيستاني كلامنا عن الخوئي انما ذكرته استطرادا اذا الروايه واضحه وواضحه جدا فامامنا الهادي يجعل اهم اوصاف مرجع التقليد هذين الوصفين ولذا ما ذكر غيرهما الامام لم يذكر غير هذين الوصفين المرجع بحسب العتره الطاهره يجب ان يكون متينا في حبهم، يجب ولذا فان الامام قال لهما: فاصمدا، اصمدا فاصمدا في دينكما لابد ان يكون متينا في حب محمد وال محمد وان يكون كبير التقدم في امرهم في معرفتهم لو ان الشيعه ربيت على هذه الثقافه لتغير حالها الى احسن الاحوال لكنها ربيت على ثقافه الخرط ثقافه السيستاني وثقافة الخرط، ثقافة الخوئي إنها الثقافة البترية القذرة التي ثقفت عليها الشيعة منذ زمن الطوسي ها هو الخوئي هكذا يقول وأما الرواية الثانية هذه التي قرأتها عليكم فهي غير معمول بها قطعا، يعني حتى لو كانت صحيحه السند مع انه ضعفها لماذا يا ايها الخوئي للجزم من اين جئت بهذا الجزم؟ هذا الجزم وهذا الامر المسلم الذي يتحدث عنه السيستاني نشا من الحاله البتريه الموجوده عند مراجع النجف وكربلاء منذ زمان الطوسي والى يومنا هذا والا من اين جاء هذا الجزم؟ الروايه واضحه واذا شككنا فيها فاننا سنعود الى القران ائمتنا هكذا امرونا اذا شككنا في روايه في حديث نعرضه على القران فاذا جاء موافقا للقران ثبتت صحته واذا جاء مخالفا للقران ضربنا به عرض الجدار هذا هو القران نذهب الى سوره البقره والى الايه الخامسه والستين بعد المئه بعد البسملة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله مع ملاحظتي أن الآية مفسرة في حديثهم في حب علي وآل علي ولا أريد أن أتناول هذا الموضوع والرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول لا أريد أن أتناول هذا الموضوع الرواية أساسا في الكاف الشريف فسرت لنا هذه الآية في حب علي وآل علي صلوات الله عليه الآية صريحة والذين آمنوا أشد حبا لله هذه الآية تتحدث عن عامة المؤمنين والذين امنوا اشد حبا لله اشد حبا لمحمد وال محمد من احبكم فقد احب الله ومن ابغضكم فقد ابغض الله ومن احب الله فقد احبكم ومن ابغض الله فقد ابغضكم من اراد الله بدا بكم فبدايه الحب منهم والذين امنوا اشد حبا لله عامه المؤمنين فما بالكم بخاصه المؤمنين الذين يكونون مصدرا كي ناخذ منهم معالم ديننا ومن هنا امامنا الهادي هكذا قال فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في امرنا هذا منطق العتره وهذا منطق القران رسول الله اوصانا ان نتمسك بهما معا ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا لماذا ضل الخوئي وضلل الشيعة لماذا ضل السيستاني وضلل الشيعة ما هذا ضلالهم واضح لماذا ضلوا وضللوا الشيعة معهم مثل ما وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد زمان الغيبة الكبرى ضلوا وأضلوا الشيعة معهم وهذا هو الواقع لانهم لم يتمسكوا بالكتاب والعتره لانهم نقضوا بيعه الغدير وناقض بيعه الغدير كافر بحسب القران لا بحسب انا اذا ذهبنا الى الايه السابعه والستين بعد البسمله من سوره المائده ناقض بيعه الغدير كافر يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين وهم الذين انكروا بيعه الغدير في سقيفة بني ساعده ونقضوا بيعه الغدير في سقيفة بني طوسي فلم يتمسكوا بالكتاب والعتره معا تلك تفاسيرهم قد مر علينا الحديث عن تفسير الخريان للطوسي اعني تفسير التبيان هكذا اسميه وكذلك قرات ما قرات عليكم من تفسير الضلال والكفر الصريح انه تفسير البيان للخوء وقد بينت لكم بعضا من ضلاله وتحريفه واكاذيبه وتضريطه الذي يسمونه تحقيقا كل هذا مر علينا وعلى عينك يا تاجر امامكم انه بث مباشر عبر الاقمار الصناعيه ومن كتبهم ومن مصادرهم بحسب الايه السابعه والستين بعد البسمله من سوره المائده منكر بيعه الغدير كافر ناقض بيعه الغدير كافر يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء الذين كفروا ببيعه الغدير انكارا او نقضا لعهودها وبنودها ومواثيقها مذ جنح كثير منكم هكذا خاطب امام زماننا اكثر مراجع الشيعه مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعه ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون ها هو الخوئي مصداق واضح لهذا المضمون وها هو السيستاني مصداق واضح لهذا المضمون القران يشترط في عامه المؤمنين هذا الشرط والذين امنوا اشد حبا لله فما حال مراجع التقليد ما حال زعماء المؤمنين هو هذا الذي يتحدث عنه امامنا الهادي فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في امرنا فانهما كافوكما ان شاء الله تعالى. هذا يعني ان السيستاني وان الخوئي ما هما كافوكما. والحال هو هو ينطبق على بقيه مراجع النجف وكربلاء. هنيئا للشيعه بمراجعهم الغبران هؤلاء. وايضا نعرض الروايه على الايه الرابعه والعشرين من سوره التوبه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم والخطاب لعامه المؤمنين قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين هذه فتوى صريحه بتفسيق الذي يحب شيئا أكثر ليس من رسول الله من شؤون رسول الله وجهاد في سبيله الجهاد ما هو أعلى شيء بالنسبة لرسول الله أعلى شيء بالنسبة لرسول الله علي وآل علي الآية واضحة إذا كنا نحب شيئا من هذه الأمثلة من ابائنا ابنائنا اخواننا ازواجنا عشائرنا اموالنا تجارتنا مساكننا إذا كنا نحب شيئا من هذه الأمثلة ومن غيرها بنحو اشد ليس من حبنا لرسول الله، من شؤون رسول الله وجهاد في سبيله فإننا فاسقون، هذه فتوى من الله وليس مني، مثل ما قرأت عليكم قبل قليل فتوى تكفيري منكر بيعة الغدير وناقض بيعة الغدير من الله أيضا من الايه السابعه والستين بعد البسمله من سوره المائده هذه هي الايه الرابعه والعشرون من سوره التوبه فتوى من الله بتفسيقنا اذا كنا نحب شيئا من هذه الامثله التي ذكرت في الايه او من اي مثال اخر في حياتنا ووجودنا اذا كنا نحب شيئا وحبنا لذلك الشيء يكون بدرجه اعلى ليس من حبنا لرسول الله وليس من حبنا لال رسول الله من حبنا لشؤون رسول الله لامر يريده رسول الله فاننا فاسقون قل إن كان آباءكم هذه فتوى من الله وليست من فقيه أو من مرجع قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين الايه واضحه إذن الخوئي والسيستاني يصدران الفتاوى بجواز تقليد الفساق هؤلاء فساق اذا كان المرجع لا يحب اهل البيت حبا شديدا وليس له من ثبات تام في معرفتهم فهذا فاسق بحسب الايه وبحسب فتاوى الخوئي والسيستاني فانهم يرجعون الشيعه الى المراجع الفساق الذي يرجع الشيعه الى المراجع الفساق هو فاسق ايضا هو فاسق هو فاسق ايضا لانه يهتضي هؤلاء الفاسقين وهؤلاء فاسقون بحسب القرآن بحسب فتوى من الله وليست من عندي اعتقد ان المضامين واضحه فهذه الروايه ثابته ثابته لانها في مصادرنا القديمه الاصليه هذا اولا وثانيا ليس فيها من حرف واحد يدعوننا ان نشك فيها تنسجم مع العقل السليم مع القلب النظيف مع الفطره الواضحه مع الوجدان الناصع اي شيء فيها يجعلنا نشك فيها ثم لماذا يقول الخوئي هناك جزم في ان نترك هذه الروايه ويقول السيستاني هناك امر مسلم ان نترك هذه الروايه من اين جاءوا بهذا الجزم من اين جاءوا بهذا الامر المسلم والروايه تمتزج امتزاجا كاملا مع القران. هؤلاء فقهاء هؤلاء مراجع هؤلاء مضاريط لا يفقهون شيئا لا من حديث اهل البيت ولا من القران، الحقائق امامكم، امامكم الحقائق الحقائق واضحه لا تحتاج الى نقاش ولا تحتاج الى تفكير طويل هذا القران وهذا حديث العتره نذهب الى فاصل عن ابي خالد الكابولي قال سالت ابا جعفر باخر العلوم صلوات, صلوات الله, الله علي عليه عن, عن قول الله عز وجل. عز وجل فامنوا بالله ورسوله والنور, والنور الذي أنزلنا. انزلنا فقال يا ابا خالد, خالد. النور والله الائمه من اهل محمد صلوات, صلوات الله عليه, عليه, عليه الى يوم القيامه, القيامة. وهم والله نور الله الذي انزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الارض والله يا ابا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب, ويحجب الله, الله عز, عز وجل نورهم نوره عمن يشاء, يشاء فتظلم, فتظلم قلوبهم قلوبه والله يا ابا خالد, خالد لا يحبنا عبد ويتولانا, ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فاذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وامنه من فزع يوم القيامه الاكبر مثال اخر من سخافه الخوء وتفاهه ارائه مثال مضحك جدا لماذا اراؤه سخيفه لانه يحارب حديث العثره الطاهره بقذارات علم الرجال الناصبي اقرا عليكم من الجزء الاول من رسالته العمليه التي عنوانها منهاج الصالحين هذه الطبعه هي الطبعه الثامنه والعشرون ذو الحجة ألف وعشرة هجري قمري نشر مدينة العلم يعني أن الجهة الناشرة لهذه الرسالة مدينة العلم حي يسمى بمدينة العلم بناه الخوئي في مدينه قم نشر مدينه العلم الشارحه ايه الله العظمى السيد الخوئي في هذه الطبعه الخوئي الحق كتاب الجهاد بشكل سريع في فقه العترة الطاهرة الجهاد متوقف زمان الغيبة ليس هناك من جهاد أتحدث عن الجهاد الذي تتحدث آيات القرآن عنه الجهاد الذي تتحدث ايات القران عنه في الاعم الاغلب هو جهاد ابتدائي يعني ان المسلمين هم الذين يبداون جهادهم الجهاد الابتدائي الجهاد الابتدائي الذي تحدثت عنه طائفه من ايات الجهاد في الكتاب الكريم متوقف زمان الغيبه لان ائمتنا يشترطون في الجهاد الابتدائي ان يكون تحت رايه الامام الاصل او من نصبه بشكل مباشر وواضح وخاص الجهاد لا بد ان يكون تحت رايه الامام المعصوم ومن هنا فان الجهاد متوقف زمان غيبه الحجه ابن الحسن فليس هناك من شيء اسمه جهاد نعم هناك دفاع قد يصطلح عليه الجهاد الدفاعي اذا ما هاجمنا العدو فهذا امر لا يحتاج الى فتوى الحيوانات تدافع عن نفسها هذا موضوع واضح لا حاجه للخوض فيه اذا ما هاجمنا العدو واعتدى علينا يجب علينا ان ندافع عن انفسنا فهذا امر لا نحتاج فيه الى بحث والى تفصيل في القول المجنون اذا ما اعتدي عليه يدافع عن نفسه حتى الاشجار الاشجار اذا ما ضغط عليها من جدار مثلا او من صخره او من شيء صلب فان الشجره ستنحرف باتجاه معاكس لجهه الضغط المتولد من الجدار او من الصخره او من اي شيء اخر الدفاع قضيه فطريه موجوده عند الانسان وعند الحيوان بل هي قضيه موجوده في كل هذا الوجود فليس الحديث عن هذه النقطه الحديث عن الجهاد الابتدائي من ان المسلمين يجيشون الجيوش ويقصدون الأمم الأخرى والدول الأخرى لنشر الإسلام هذا الجهاد في فقه العترة لن يكون شرعيا إلا تحت راية الإمام المعصوم نحن نتحدث عن زمان الغيبه ليس هناك من جهاد هذا الجهاد متوقف وممنوع ولا يجوز ليس جائزا هذا امر خاص بالامام المعصوم الامام يجيزه بعصمته بحكمته أما أن يذهب المسلمون كي يعتدوا على الأمم الأخرى وفقا لرغبة خليفة أو سلطان أو لرغبة مرجع هذه جريمة عدوا واقرأوا ماذا ارتكب المسلمون من الجرائم الكبيرة حينما تحركت جيوشهم في خلافة الأول والثاني والثالث ولذا فان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يحرك جيشا باتجاه ايه امه من الامم وانما واجه الذين ارادوا تدمير الواقع الاسلامي ما ارادته عائشه او ما اراده معاويه او ما اراده الخوارج واجههم لان هؤلاء خرجوا من الدين هؤلاء ارادوا تدمير الواقع الاسلامي مع كل عيوبه التي كانت قد توفرت فيه بسبب سقيفه بني ساعده أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، هذا موضوع بحاجة إلى وقت طويل كي أدخل في تجاويفه وتفاصيله، الخوئي العملاق العملاق، الخوئي العملاق أنكر الروايات التي منعت الجهاد زمان الغيبة وذهب وتمسك بالآيات من دون الرجوع إلى حديث العترة تلاحظون في صفات مرجع التقليد لم يرجع إلى القرآن رجع إلى الرواية وضعفها بقذارات علم الرجال وهناك نقض بيعة الغدير فلم يتمسك بالكتاب والعترة هنا جاء إلى الروايات التي وردت عن الأئمة التي تمنع الجهاد الابتدائية زمان الغيبة نقضها ورجع وتمسك بالآيات لماذا لم تتمسك بالآيات في مواصفات مرجع التقليد تلاحظون العبث انا قلت لكم من خلال متابعتي لما كتب الخوي بقدر ما يستطيع ان يبتعد عن اهل البيت فانه يبتعد وبقدر ما يستطيع ان يقترب من اعداء اهل البيت فانه يفعل في رواية مواصفات مرجع التقليد نفاها للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب له أو ممن له ثبات تام في معرفتهم صلوات الله عليه هنا أخذ يبتعد عن أهل البيت ويقترب إلى أعدائهم وهنا أيضا نفى الروايات التي تشترط الجهاد أن يكون بإذن الإمام المعصوم نفاها ضعفها وتمسك بالآيات مثل ما يفعل النواصب الإرهاب هكذا نشأ تمسك بالايات هذه الحركات الارهابيه تمسكت بايات الجهاد وهذا الفقيه الشيعي الاثول فعل نفس الشيء ومن هنا فان الخوئي شرع الجهاد الابتدائيه زمان الغيبه مخالفا احاديث اهل البيت أنا لست بصدد أن أناقش كلامه وإلا لجئتكم بالروايات التي تناولت هذا الموضوع الوقت لا يكفي أنا أريد أن أبين لكم كيف أن الخوئي في منهجه ينقض بيعة الغدير يخالف حديث الثقلين بقدر ما يستطيع يذهب بعيدا عن منهج العترة إلى أقصى حد يستطيع أن يقوم به يلتصق إلى أبعد الحدود بمنهج المخالف ما هذه الحقائق بين أيديكم وحال السيستاني كذلك بغض النظر أكان متفقا مع الخوء في هذه المسألة أم لم يكن أنا أتحدث عن منهج فماذا يقول الخوئي صفحه 365 من المصدر الذي اشرت اليه من الطبعه التي ذكرتها لكم وقد تحصل من ذلك مما تقدم من كلامه في رفضه لاحاديث اهل البيت وتمسكه بآيات الجهاد من دون ان يعود الى ما قاله الائمه نقد واضح لبيعه الغدير وقد تحصل من ذلك ان الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبه وقد تحصل من ذلك ان الظاهره عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الاعصار لدى توفر شرائطه وهو في زمن الغيبة الائمة يقولون من ان الجهاد منوط بالامام المعصوم الخوئي ماذا يقول؟ وهو في زمن الغيبه منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبره في الموضوع من هم المسلمون من ذوي الخبره العسكريون مثلا السياسيون الاحزاب الشيعيه مثلا السياسيه العسكريون العسكريون الان مثلا في جيش السيستاني من فدائه صدام مثلا هؤلاء هم الذين يشخصون الموضوع. لو ذولا الضباط الدمج اللي ينطوه رتبة لواء هو ما يعرف يقرأ ويكتب صدقوني في أحد المرات في سفرة إلى العراق في نقطة التفتيش أخرجت للعسكري الموجود الجواز العراقي جوازي العراقي أخرجته له ما كنت أحمل البطاقه المدنيه فأخرجت له الجواز العراقي وكنت قد دخلت الى العراق بجوازي العراقي هذا العسكري الواقف اخذ الجواز وبدأ يقلبه وسألني قال لي هذا الجواز مالي له قلت له جواز عراقي ما تشوفه عراق قلبه منا منا بعدين قال لي هو هذا الجواز العراقي ومطانية وصدقوني في نقطه التفتيش هذا الكلام كان في نقطه التفتيش التي هي من جهة البصرة وفي نقطة التفتيش من جهة كربلاء النقطة الرئيسة عند مدخل كربلاء أعطيناه جوازاتنا البريطانية كنا عدة أشخاص الجنود حاروا في هذه الجوازات فأرسلوا إلى الضابط الضابط أيضا حار فيها حار في هذه الجوازات بعد ذلك سألنا قال هذه الجوازات تابعة لأي دولة هذا ضابط ضابط برتبة كبيرة ما كان يعرف هذا الجواز لأي دولة على اي حال هؤلاء هم يبدو الذين سيشخصون لنا قضيه الجهاد وهو في زمن الغيبه منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبره في الموضوع ان في الجهاد معهم مصلحه للاسلام الى اخر كلامه قطعا هو ماذا يقول واما ما ورد في عده من الروايات من حرمه الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو اجنبي عن مسالتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار اساسا ولا يرتبط بها نهائيا انه خائف من صدام لا يريد أن يتحدث عن هذا الموضوع أنا أسأل هذا الفقيه الدماغسيس كيف سيقود الجيوش لأنه بعد ذلك سيقول من أن الفقيه هو الذي سيقود الجيوش مع وجود صدام لأنه قال بأنه لا يجوز القيام بوجه الظالمين هذا هو الذي يقوله واما ما ورد في عده من الروايات من حرمه الخروج بالسيف على الحكام وخلفاء الجور قبل قيام قائمنا صلوات الله عليه فهو اجنبي عن مسالتنا هذه وهي الجهاد مع الكفار راسا ولا يرتبط بها نهائيا يعني ان الخروج على الحاكم الظالم لا يجوز ولكن الخوئي يريد أن يقود الجيوش كي يحارب الولايات المتحدة الأمريكية مثلا كي يحارب الكفار هذا تسمونه هذا تسمونه فقي ضراط فتاوى هذه فساوى في أي مكان نضع هذا الضراط نستمر مع هذا العملاق من الذي سيقود الجيوش لا اجد وقتا لقراءه كل الكلام لكنه هكذا يقول وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين وبما ان عمليه هذا الامر المهم في الخارج بحاجه الى قائد وامر يرى المسلمين المفروض يرى المسلمون على اي حال هذه الاخطاء النحويه موجوده في كتب مراجع الشيعه طولا وعرضا يرى المسلمون هكذا يفترض لان المسلمين هنا فاعل مكتوب هنا يرى المسلمين نفوذ امره عليهم الى ان يقول يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط فانه يتصدى لتنفيذ هذا الامر المهم من باب الحسبه من باب الحسبه من باب القربه الضروريه الحسبه هي القربه الضروريه فهذا امر ضروري لا يصح ان يترك بحسب ما قدم من مقدمات الخوئي العملاق. يتعين ذلك في الفقيه الجامع لشرائط فانه يتصدى لتنفيذ هذا الامر المهم من باب الحسبة على اساس ان تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج. يعني مثلا الخوئي هو الذي يقود الجيوش. لانه اذا تصدى غيره باعتبار هو يقول الذي يتصدى الفقيه الجامع للشرائط والخوء كذلك فقيه جامع للشرائط على اساس ان تصدي غيره لذلك يوجب الهرج والمرج ويؤدي الى عدم تنفيذه الى عدم تنفيذ الجهاد بشكل مطلوب وكامل خلاصه كلامه الخوئي عمد الى الروايات والاحاديث عن العتره الطاهره التي اوقفت الجهاد زمان الغيبه لان الائمه يشترطون في الجهاد الابتدائي ان يكون باذن الامام المعصوم الخوئي عمد الى تلك الروايات ونقضها ثم ذهب الى آيات الجهاد الابتدائي وتمسك بها فنقض بيعة الغدير ونقض حديث الثقلين من دون أن يجمع بين الآيات والروايات هذا هو الذي يبعده عن أهل البيت في رواية مواصفات مرجع التقليد لم يرجع إلى الآيات لم يرجع إلى الآيات ذهب الى علم الرجال الناصبي صدقوني هذا منهج الخوئي ومنهج مراجع النجف منذ الطوسي والى السيستاني في اي مساله يجدون مجالا للابتعاد عن اهل البيت يذهبون بالاتجاه البعيد عن اهل البيت وهذه الامثله والشواهد انا اطرحها بين ايديكم منذ ثلاثه ايام وصدقوني استطيع ان استمر الى سنه كامله اعرض فيها ما في كتب الخوئي وما عند السيستاني وما عند محمد باقر الصدر وما عند الطوسي وما عند مراجع الشيعه من زمان الطوسي الى الان فانهم على منهج قذر واحد اينما يجدون مجالا للابتعاد عن اهل البيت يذهبون فيه وأينما يجدون مجالا كي يقتربوا من أعداء أهل البيت يذهبون فيه هذا هو الذي لمسته في كل كتب مراجع الشيعة منذ أكثر من أربعين سنة وأنا أتابع هذا الموضوع وما هذا الذي عرضته عليكم في هذه الحلقات إلا أنموذج إلا مثال وأمامكم أنا أضع الأشياء من الكتب والمصادر. لا نقلت لكم من المصادر الفرعيه ولا حدثتكم من المواقع الالكترونيه ولا نقلت لكم من كتب اعداء مراجع الشيعه ولا نقلت لكم من كتب صغار مراجع الشيعه. احدثكم عن كبارهم ومن كتبهم وأمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية وبلسان عربي مبين وعلى عينك يا تاجر وهذه قذارة مراجع حوزة الطوس أمام أعينكم فماذا تقولون نذهب إلى فاصل عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سال امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تاويل هذه الايه فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلعنا عليك قلت انه سعد الاشعري قلت فاخبرني يا مولاي عن التاويل فيهما قال ان موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك اينزع حب اهلك من قلبك ان كانت محبتك لخالصه وقلبك من الميل الى من سواي مغسولا اذن الخوئي هكذا يقول من ان الفقيه الجامع للشرائط هو الذي يقود جيوش الجهاد ومتى؟ مع وجود الحاكم الظالم يعني ان الخوئي يجيش الجيوش وهو يقودها وصدام موجود في بغداد كيف يكون هذا؟ هذا الكلام منطقي وحتى لو لم يكن صدام موجودا في بغداد الخوئي الذي شخ في ثيابه لا لشيء لانه سيلتقي بصدام، التقى بصدام بالضبط مثل ما يقول المرجع المعاصر كمال الحيدري وهو احد تلامذه الخوئي يقول هذا يشير الى الخوئي يطب يم صدام يبول على نفسه رجاء اعرضوا لنا الوثيقه رقم سبعة وثلاثين من مجموعة وثائق كمال الحيدري وثيقه الشخه اتحدث عن شخه الامام الخوئي قدس سره الشريف. <applause>

أحسنتم بريطاني اتقالوا سيارات وثلاث سيارات, سيارات موجودة والله مو نقله نعم 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 موجود موجود ثم ليش رحيت ليش رحيت كله يصير سيارة سيارة. أما والله حجيبه كل, أه. كل شبابنا أقول عمي طبعا يأشفن. شو يسوي لك غير تستشهد؟ والله تنقذ امام العالمين. اكو غير في عمي وعمرك 70 سنه، مو تقول لي انه هذا اول، هذا تتكون عيد ابو بابا اول شغله مرجع طائفه سجل للتاريخ ابحث هاي تضرب مع الحديث. ايش يصير؟ فهذا هو الذي سيقود الجيوش ماذا تقولون أنتم هو يتحدث عن الفقيه الجامع لشرائط قطعا يقصد نفسه رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه ابن الخوئي عباس الخوئي يتحدث عن أبيه ويقول هو لا يعرف شيئا غير الفقه والأصول الحقيقة يجب أن تقال لأنه خافيه على الرأي العام نعم. أن والدي ما صرف أي طاقة أي وقت لدراسة العلوم الأخرى كالسياسة كالإدارة كالمحاسبة كالاقتصاد ماذا بس اصول اصول الفقه الجعفري وبس تفوق بها بحيث يقولون لفتره ألف سنه ما اجى مثله الشيخ الطوسي كان مثله او مو مثله ايضا على اساس الطوسي ينمونه يعني فتنمونه يعني على اي حال إن هذا هو منطقهم هذا هو واقعهم هذا حديثهم كمال الحيدري تلميذ الخوئي وهذا عباس الخوئي هذا ابن الخوئي وهذه الرساله العمليه التي كتبها الخوئي وهذا الهراء هو هراء الخوئي اي سفاهه هذه وأي سخفٍ تنقض أحاديث أهل البيت وتذهب إلى حيث يريد النواصب من التمسك بآيات الجهاد لكن في مواصفات مرجع التقليد تنقض الحديث وتاتينا بجزم لا ندري من اين جئت به يتناقض مع القران بدرجه كامله ما هو منهجك في الاستنباط؟ وفقا لاية طريقه تستنبط هل تتمسك بالقران؟ هل تتمسك بالحديث؟ هل تتمسك بالاثنين؟ هل ترفض الاثنين؟ ما هو هذا المنهج هذا منهج عبثي منهج ضراطي هذا هو الذي يقدم لنا دينا محرفا هذا هو تحريف الدين عنواننا تحريف الدين الخوئي مثالا هذا هو تحريف الدين والا اي منطق هذا من أن المرجع الجامعة للشرائط في النجف يجيش الجيوش كي يحارب روسيا مثلا كي يحارب الصين ما هذا الهراء أي منطق هذا هؤلاء في أي مستوى يعيشون ما هذا الغباء هذا الغباء كله وهذا السفه وهذه السخافة كلها بسبب نقضهم لبيعه الغدير وابتعادهم عن حديث العترى وعدم تفسيرهم للقران بتفسير علي وال علي هؤلاء هم البتريون وهم المرجئيون وهم المقصرون هذا هراء الخوئي جنبه يريد يصير قائد للجيوش المرجع الجامع للشرائط الذي يشخ على نفسه هو هذا الذي سيجيش الجيوش كي يحارب الولايات المتحده الامريكيه مثلا ننتقل الى محمد الشيرازي الى تحفه اخرى الى تحفه اخرى وانما جئت به لانه على طرف نقيض للعداء الشديد فيما بينهم فيما بين الخوئي والشيرازي الخوئيون والشيرازيون مثل البزونه والشلب بالضبط شلون البزونه والشلب ال... خوئيون وشيرازيون الامثله تضرب ولا تقاس مثل البزونه والشلب هذه الرساله العمليه لمحمد الشيرازي المسائل الاسلاميه الطبعه الخامسه والعشرون الف وتسعمائه واربعه وتسعين ميلادي دار العلوم بيروت لبنان يقول في صفحه 53 وقد يسمع الانسان ان الحضاره الاسلاميه كانت مثاليه الى ابعد الحدود هذا هراء سيد قطب هراء حسن البنا متى كانت الحضاره الاسلاميه مثاليه الى ابعد الحدود في الزمن الذي قتلوا زهراء ام في زمن عثمان في زمن من في زمن معاويه والامويين ام في زمن العباسيين ام في زمن الدوله العثمانيه متى كانت الحضاره الاسلاميه مثاليه هذا منطق سيد قطب فالرجل متشبع بالفكر القطبي من راسه الى قدميه هذا منطق المودود أساسا وبعد ذلك انتقل إلى حسن البنا المودود كان يقود مجموعة إسلامية في الهند في مواجهة الإنجليز فلأجل أن يظهر أن المسلمين كانوا على حضارة عظيمة كتب ما كتب من اكاذيبه تاثر بها حسن البنا وبعد ذلك تبناها سيد قطب وانتقلت الينا انتقلت الى محمد باقر الصدر وانتقلت الى محمد الشيرازي وهذا هو منطق سيد قطب منطق محمد الشيرازي قذارة في قذارة في قذارة وقد يسمع الانسان ان الحضاره الاسلاميه كانت مثاليه الى ابعد الحدود وان الاسلام متكفل لحل مشاكل العالم وانه لو اعيد الى الحكم صارت الدنيا جنه نعيم عود من جوه مو قدامنا تجارب موجوده سنيه وشيعيه فما هو ذلك النظام؟ وهل بامكان النظام الاسلامي ان يعود الى الحياه في عصر السفن الفضائيه والذره؟ وكيف يحل الاسلام المشاكل اذا اخذ بالزمام؟ انها اسئله تستحق الجواب، سوف يحل لنا محمد الشيرازي المشاكل، ساقرا عليكم. في الحقيقه لم اجد كلاما في كتب علماء الشيعه اسخف من هذا الكلام يساوي في سخفه كلام الخوئي الذي قراته عليكم قبل قليل الخوئي يريد ان يجيش الجيوش جناب الاغا كي يحارب الكفار الحربيين. هسه ما ندري يشترط في المرجع الجامع الشرائط ان يكون شخاخا او لا هذا موضوع اخر. صفحه واحد 61 الشيرازي يضع الاسئله كي يجيب باسم الاسلام هل في الاسلام نظام للمحاماة بهذه الكيفية بالكلام المتقدم. الجواب: ليس في الإسلام نظام للمحاماة بهذه الكيفية. ولا يحتاج النظام الإسلامي إلى هذه الكثرة من المحامين. فإن الأمور تمشي في الدولة الإسلامية بيسر وسهولة وبساطة. زين شو نسوي بالمحامي؟ ماذا يصنع الاسلام بالمحامين والموظفين الذين لا يعترف بهم اذا قبض الزمام اذا كان الزمام بيد الاسلام الجواب ان الاسلام يعين لهم المفروض ان يقول اعمالا هذه الاخطاء النحويه واللغويه موجوده في كتب المراجع على طول الخط ان الاسلام يعين لهم اعمال عمرانيه تقدميه هذا الكلام لا معنى له يعني ما المقصود يعين لهم اعمالا عمرانيه تقدميه ما معنى هذا الكلام هذا الكلام لا معنى له هذه تراكيب لا تدل على شيء إن الإسلام يعين لهم أعمال عمرانية تقدمية ويدر عليهم من خزينة الدولة ما المراد يعين لهم أعمال عمرانية تقدمية ويعطيهم رواتب من خزينة الدولة الكلام لا معنى له ويدر عليهم من خزينة الدولة ما يساعدهم في شؤونهم حتى يتم لهم العمل الذي يريدون مزاولته وبعد هذا فهل يظن ان موظفا لا يقر الاسلام بوظيفته يتمرد على النظام الاسلامي اذا هيا الاسلام له عملا يناسب مقامه من الاعمال الحره العمرانيه وساعده حتى تمكن من مزاولته بكل عز ورفاه وكذلك الاسلام يلغي المخامر يعني البارات ومصانع الخمور وكذلك الاسلام يلغي المخامر وعمل الفواجر وما أشبه مع الاهتمام لأن يوجد لهم عملا محللا ولهن للفواجر أزواجا صالحين هذا جيد نذهب إلى الجيش إذن لا يوجد في الإسلام محامون وهناك الكثير من الوظائف ستلغيها وهناك الكثير من الوظائف ستقوم الدوله الاسلاميه بالغائها وتعطي الرواتب لهم وتهيئ لهم المشاريع والاعمال وكذلك البارات والمخامر والعواهر والفواجر كل اولئك ستصرف عليهم الدوله الاسلاميه اما الجيش هذا الجيش الذي سيقوده الخوي هؤلاء سيعدون الجيوش لأن الخوئي قال من أنه على المرجع أن يعود إلى أهل الخبرة، هؤلاء هم أهل الخبرة محمد الشيرازي وأمثاله. السؤال صفحة 58: وهل في الإسلام جيش منظم؟ الجواب نعم على أفضل صورة. السؤال: هل يوجد في الإسلام الجندية الإجبارية؟ الجواب كلا. فالجندية في الاسلام اختيارية الا في حالة الاضطرار. السؤال: وكيف ذلك؟ ان الدولة الاسلامية تعين ساحات كبيرة خارج المدن مزودة باقسام السلاح وتندب الناس الى التمرين هناك من غير فرق بين جميع العناصر كبارا وصغارا. وبذلك يتدرب كل الشعب تقريبا وترفع عن كاهل الحكومه نفقات الجيش يعني لا يوجد هناك جيش تعطى له رواتب الرواتب راح نعطيها علما للعواهر وللمحامي ما عندنا جيش بالدوله الاسلاميه ساحات موجوده خارج المدن توضع فيها الاسلحه وابناء المدن يذهبون يتدربون يعني مثلا ستوري ابو الشلغم بعد ما يكمل يبيع صفريه الشلغم مالته يجي يجيب عربانته يشدها بعمود الكهرباء ويروح الى هذه الساحات يشوف له طائره اف 35 يصعد بها ياخذ له بها شرخة فره ويرجع بس قطعا قبل لا يطير ينتظر صبيح ابو اللبلبي على ما يخلص جدر اللبلبي ويجي يحط جدر اللبلبي يم الرادارات حتى يضبط حركة طيران ستوري أبو شلغم من يصعد بالأف خمسة وثلاثين أو بعدين يجيهم قدور البقال يجي على العصريات يسرسح على البرادة يروح يشوف قضية الأقمار الصناعية شلون يرتب أمورها هذا جيش محمد الشراسي اللي راح يقود الخوي ذولا هم مراجعنا اللي الغرب يتراجف من عندهم تدرون لو ما تدرون الامريكان مخبوصين متوقعين روسيا راح تتبنى خطه الشيرازي في اجتياح اوكرانيا وحايرين شلون يواجهون هذه الخطه الجباره البنتاغون والاتحاد الاوروبي وقوات حلف الناتو ضباط الاركان مجتمعين الان في الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون يفككون أسرار هذه الخطة خطة محمد الشيرازي والخوئي ذولهم هم مراجعنا اللي من ننتقدهم على هذا على هذا الضراط يقولون الغرب دفع بهؤلاء العملاء ليش؟ لأن الغرب يتراجف يتراجف من ذول المراجع من علمهم علم هذا علم هو هذا العلم ان الدوله الاسلاميه تعين ساحات كبيره خارج المدن مزوده باقسام السلاح وتندب الناس الى التمرين هناك صدقوني اتذكر في السبعينات طلاب الثانويات في القسم العلمي كانوا يحوزون على معدل الثمانين والتسعين وبعد اختبارات يذهبون إلى روسيا لدراسة هندسة الطيران البعض منهم يبقى سبع سنوات البعض تسع سنوات البعض أكثر ويعودون ويعود وهو متخصص في هندسة أجنحة الطائرة بس من يجون للعراق كل شيء ما يعرفون يظل يشتغل صانع عند المهندس الروسي من طائرات الميغا الروسية يصير بها شيء ذول المهندسين اللي خريجين الإعدادية فرع العلمي واللي حصلوا على معدلات ما بين الثمانين إلى التسعين وراحوا درسوا سبع سنوات تسع سنوات وربما اكثر في روسيا وتخصصوا بجانب من هندسه الطائره صدقوني من يرجعون يشتغلون صناع عند مهندسين الطيران الروس ما يعرفون شيء هذا الحكي بالسبعينات والطائرات الروسيه متخلفه ليست كالطائرات الامريكيه ومحمد الشيرازي يريد يسوي ساحات خارج المدن والناس من تخلص شغل تروح تتدرب. ان الدوله الاسلاميه تعين ساحات كبيره خارج المدن مزوده باقسام السلاح وتندب الناس الى التمرين هناك من غير فرق بين جميع العناصر كبارا وصغارا. وبذلك يتدرب كل الشعب تقريبا وترفع عن كاهل الحكومه نفقات الجيش، ماكو ما جيش، ماكو ما رواتب ولا رتب ولا هذه وترفع عن كاهل الحكومه نفقات الجيش بس العواهر ننطيهم رواتب والموظفين اللي نبطلهم من شغلهم ننطيهم رواتب وننشئ لهم اعمال عمرانيه تقدميه، ما ادري شنو هي هذه على اي حال وترفع عن كاهل الحكومه نفقات الجيش كما ان العاملين يبقون عند عوائلهم وعلى مكسبهم زينوا الحدود يحميها والمطارات من يلزمها كما ان العاملين يبقون عند عوائلهم وعلى مكسبهم فكل انسان يتدرب يوميا ساعه او ساعتين مثلا هذا ايش تحكي مثلا شو تقول هذا؟ شو تقول هذا؟ فكل انسان يتدرب يوميا ساعه او ساعتين يعني مثلا ياخذ له اخضير مثلا اخضير ابو يصعد مثلا بالسمتيه هذه السمتيات المتطوره يزرق بها الى اخر الولايه ويرجع ياخذ له زرقاء ويرجع ساعة ساعتين فكل إنسان يتدرب يوميا ساعة أو ساعتين مثلا ثم يرجع إلى كسبه يرجع يبيع ويبقى عند أهله فإذا دهم الدولة عدو وجب على الجميع المقاتلة دفاعا عن بيضة الإسلام والله ابتلينا بيضة الإسلام هسه هي وين صايرة بيان مشان هذه ما تنين بيضة الإسلام هسه كبيرة هي صغيرة بيا صفحة ندور عليها وما لاقينا لحد الآن صار لنا عمر أريد ذني ذهني هذه بيضة الإسلام بيا صفحة موجودة ما ندري ما أدري عند المرجع حاطين ما أدري وين محاطن ما أدري إلى آخر كلامي هكذا المراجع هكذا العلماء وهكذا تؤسس الجيوش اذا انطى عذر لمحمد الشيرازي اخوه الرجل المتخلف وعاش في زمن سابق ما هو صادق الشيرازي اخوه على نفس المنهج هذه المسائل الاسلاميه مع المسائل الحديثه انها الرساله العمليه لصادق الشيرازي الطبعه الحاديه والعشرون منشورات الرشيد قم المقدسه صفحه سبعه واربعين الكلام هو الكلام هي الرساله العمليه لاخيه ولكن غير فيها بعض الشيء الكلام هو الكلام لكنه أضاف هاتين الكلمتين وهل بإمكان النظام الإسلامي أن يعود إلى الحياة في عصر الفضاء والذرة أضاف إليها وعصر الانترنت والمعلوماتية يعني أن الكلام في هذه السنين صدقوني ما يرتبط بالمحامين والبارات والعواهر والفواجر الكلام هو هو موجود في صفحه واحد ايضا يعطى للمحامين الرواتب الى بقيه الكلام وبالنسبه للجيش في صفحه سته الكلام هو هو ان الدوله الاسلاميه تخصص ساحات كبيره خارج المدن مزودة باقسام السلاح وتندب الناس الى التمرين هناك في اوقات فراغهم الى بقيه الكلام فكل انسان يتدرب يوميا ساعه او ساعتين مثلا ثم يرجع الى كسبه ويبقى عند اهله الى اخر الكلام ماذا تصنع لهؤلاء الاغبياء؟ هذا الكلام موجود في رسالته العملية المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة وأيضا موجود في رسالة ثانية له منتخب المسائل الإسلامية الكلام هو هو لصادق الشيرازي الطبعة الثالثة دار العلوم بيروت لبنان وهذا الخطا الاملائي واضح ايضا العمل بهذه الرساله منتخب المسائل الاسلاميه جائز ومبرئ للذمه ان شاء الله تعالى المفروض ان يكتب ان لوحدها وشاء الله تعالى لوحدها جعل كلمه ان ملتصقه بشاء ان شاء هذا هو حال مراجع الشيعة لا يحسنون الكتابة الإملائية هذا بخط يده ان كلمة لوحدها وشاء كلمة لوحدها جمع الكلمتين في كلمة واحدة فجاءت ان شاء ان شاء الله تعالى نفس الشيء في صفحة تسعة الحديث عن المحامي وكذلك عن المخامر والفواجر في صفحة ستة الحديث عن الجيش والكلام هو هو منتخب المسائل الإسلامية إذا كنت أعطي عذرا للخوئي من انه رجل متخلف ومن الجيل القديم واعطي عذرا لمحمد الشيرازي من انه رجل متخلف ومن الجيل القديم فماذا اقول لصادق الشيرازي الذي هو حي يرزق وهو اشار الى عصر الانترنت والمعلوماتيه هذا هو الاسلام الذي تدعون اليه صادق الشيرازي يريد ان يسقط الحكومه في ايران الحكومه في ايران داخله في صراع حول المشاريع النوويه مع الولايات المتحده الامريكيه مع الاتحاد الاوروبي وهذا الاغى يريد ان يسقط الحكومه في ايران بهذه العقليه السخيفه المتخلفه. هؤلاء هم مراجعنا الذين يرتجف الغرب منهم. قلت لكم هذه خطه صادق الشيرازي الان البنتاغون حاير بها. حايرين شلون راحوا يواجهون روسيا او الصين؟ لان هناك اخبار ان الصين تريد ان تؤسس جيشها وفقا لهذه الرؤية ذولا هم مراجعكم اللي خايف منهم الغرب هذا الخوئي يريد يقود الجيوش في دولة يحكمها الظالم الفقيه الجامع للشراط الذي يشخ على نفسه في بعض الاحيان وذولا هذا محمد الشيرازي وهذا صادق الشيرازي يؤسسون الجيوش بهذه الطريقه. القاده مثل ما قلت لكم ستوري ابو الشلغم وصبيح ابو اللبلبي وقدور البقال وخضير ابو الباشا ذولا هم راح يصيرون القاده والضباط ويشرفون على اداره القواعد العسكريه والمطارات والرادارات رجاء اعرضوا لنا صوره الجنرالات الادميرالات الثلاثه اعرضوا لنا صورتهم هؤلاء هم الجنرالات الكبار هذا الخوئي وهذا محمد الشيرازي وهذا صادق شيرازي متبسما لا ادري هل هو متبسم من مواجهه الخوئي مع محمد الشيرازي ام لامر اخر ام هو متبسم لحديث هذا الذي اتحدث به هؤلاء هم الجنرالات اصحاب هذه الجيوش الجراره والجباره نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمع. يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود عن ابي خديجه قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس المئات من الروايات عندنا في عقيده الرجعه المئات المئات فقط فقط في كتاب الايقاظ من الهجعه في اثبات الرجعه للحر العاملي هناك اكثر من ستمائه روايه عندنا العشرات من الايات العشرات من الايات بامكاني ان اخرج لكم من الكتاب الكريم ما يقرب من مائة آية أو يزيد على ذلك بحسب تفسيرهم وكل تلك الآيات في عقيدة الرجعة إنها رجعتهم رجعة أئمتنا التي يقولون عنها من لم يؤمن برجعتنا فليس منا ليس منا من لم يؤمن برجعتنا هذه كلمه امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليس منا ليس منا من لم يؤمن برجعتنا عشرات وعشرات من الايات بحسب تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير موضوعها الرجعه ومئات مئات من الاحاديث ما بين الزيارات والادعيه والروايات المطوله والروايات الموجزه والاحاديث التفسيريه التي فسرت العشرات من الايات في الرجعه العظيمه على سبيل المثال في مفاتيح الجنان انه الكتاب الذي متوفر عندكم في بيوتكم وانا اتعمد القراءه منه لتوفر هذا الكتاب لديكم والا فالمصادر موجوده عندي بتفاصيلها اذهبوا إلى الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه والذي يقرأ في اليوم الثالث من شعبان في مولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه فماذا نقرأ فيه؟ قتيل العبره انا اقرا من وسط الدعاء قتيل العبره الحسين قتيل العبره وسيد الاسره الممدود بالنصره يوم الكره هذه هي الرجعه الرجعه هذه انها رجعه الحسين انها كره الحسين عدوا الى برامجي المرتبطه بهذا الموضوع ستجدون التفاصيل لا اريد الحديث عن التفاصيل هنا انما اريد ان ابين لكم كيف يتعامل مراجع حوزه الطوسي مع احاديث اهل البيت وعقائد اهل البيت قتيل العبره وسيد الاسره الممدود بالنصره يوم الكره المعوض من قتله ان الائمه من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في اوبته عوض دماء الحسين الرجعه لاحظوا اهميتها هذا الدعاء مروي عن امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه اتعلمون من الذي يرويه الحسين بن روح النوبختي انه السفير الثالث الذي اصبح فيما بعد سفيرا ثالثا من السفراء الخاصين لامام زماننا كان وكيلا من وكلاء امامنا الحسن العسكري الحسين بن روح هو الذي يروي لنا هذا الدعاء عن امامنا الحسن العسكري الحسين هو هذا قتيل العبره وسيد الاسره الممدود بالنصره يوم الكره المعوض من قتله ان الائمه من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في اوبته والاوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حينما يعودون جميعا حتى يدركوا الاوتار بعد قائمهم وغيبته هذه رجعتهم حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضوا الجبار ويكونوا خير أنصار صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار هذه رجعة أئمتنا وهذه هي عقيدتنا هذه التي قلت لكم عنها هناك العشرات والعشرات من الآيات المفسرة بتفسيرهم حولها وهناك المئات من النصوص والأحاديث في الزيارات والأدعية والروايات حول هذا المعني وهذه هي عقيدة الرجعة علي سبيل المثال علي سبيل المثال ما جاء في زيارة آل ياسي التي وردتنا عن إمام زماننا ذلك النص عن إمامنا الحسن العسكري هذا النص عن عن إمامنا الحجة بن الحسن العسكري زيارة آل ياسي أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء هكذا نقول لإمام زماننا وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا بعد ذكر عقيدتنا بهم ومن انهم الاول والاخر اية عقيده ذكرت الرجعه واشهد انك حجه الله انتم الاول والاخر وان رجعتكم حق لا ريب فيها رجعه محمد وال محمد هذه وان رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذا هو أهم قانون من قوانين الغيبة والظهور إذا ما ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة فماذا نقرأ فيها وهي عن إمامنا الهادي الزيارة الجامعة الكبيرة عن إمامنا الهادي. دعاء اليوم الثالث من شعبان عن إمامنا الحسن العسكري. زيارة آل ياسين عن إمام زماننا، هؤلاء هم أئمتنا. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم منتظر لأمركم. مرتقب لدولتكم وهذا المضمون يتكرر مرارا لا اجد وقتا لقراءه ما جاء في الزياره الجامعه الكبيره النصوص واضحه وواضحه جدا في القران المفسر بتفسيره وفي زياراتهم وفي ادعيتهم من ان عقيده رجعه الائمه من دون ان نعتقد بها نحن لسنا بشيعه الروايات هكذا صرحت اشترطت في التشيع لعلي وال علي اشترطت الاعتقاد بالرجعه برجعتهم صلوات الله عليهم ما هو هذا الذي تتحدث عنه الزياره الجامعه الكبيره بابي انتم وامي واهلي ومالي واسرتي اشهد الله واشهدكم اني مؤمن بكم وبما امنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم ويستمر الكلام في بيان عقيده التشيع الى ان يقول الزائر الشيعي من انني مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم هذا المضمون يتكرر مرارا في الزياره الجامعه الكبيره عقيده الرجعه عقيده اساسيه عقيده ضروريه عقيده اصليه مثل ما قال امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من لم يؤمن برجعتنا ليس منا ليس منا ليس منا من لم يؤمن برجعتنا الاحاديث اشترطت في الشيعي ان يكون معتقدا برجعتهم وهذا المضمون واضح وواضح جدا في زياراتهم وفي ادعيتهم وفي رواياتهم وفي قرانهم المفسر بتفسيرهم لقد قرنوا بين الرجعه والايمان لقد قرنوا بين الرجعة والتشيع حينما يتحدثون عن الرجعة يتحدثون عن رجعتهم هذا السائل يسأل الخوئي انني اقرأ عليكم من الجزء الثاني من صراط النجاة في اجوبه الاستفتاءات إنها أجوبة الخوئي والميرزا جواد التبريزي وهنا أيضا ميرزا جواد التبريزي لم يعلق يعني أنه يتفق مع الخوئي في الجواب نفسه وميرزا جواد التبريزي من مراجع قوم من تلامذة الخوئي صفحة 451 من هذه الطبعة التي هي طبعة دار الصديقة الشهيدة قم المقدسة الطبعة الأولى 1431 هجري قمري صفحة 451 رقم السؤال 1537 أحد مقلدي الخوئي يسأل الخوئي: ما المقصود بالرجعة؟ وهل يجب الإيمان بها؟ الخوئي هكذا يجيب المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا اليها قبل يوم البعث الاكبر هذه ما هي الرجعه يا ايها الخوئي الاثول وبالمناسبه هذا الجواب جواب كل المراجع هذا ما هو جواب الخوئي فقط هذا جوابهم جميعا حينما يسالون ادخلوا على مواقعهم الالكترونيه وعودوا الى كتبهم التي جمعت فيها اجاباتهم هم لا يعرفون ان الرجعه هي رجعه الائمه رجوع بعض الاموات من المؤمنين والكافرين هذا يرتبط بعصر الظهور نعم يرجع بعض الاموات زمان الائمه لكن الرجعه العقيده هي رجوع الائمه اما ان يرجع بعض الاموات فهذا من شؤون عصر الظهور في الروايات اصلا ان هذا يحدث قبل ظهور الامام من جمله علامات الظهور في الفتره القريبه من ظهور الامام يحدث مثل هذا هؤلاء لا يؤمنون بالرجعه التي هي علامه التشيع وربما لا يفقهونها اصلا لانهم لا يتحدثون عنها حينما يتحدثون عن الرجعه يتحدثون عن رجوع بعض الاموات الرجعه هي رجوع جميع المعصومين صلوات الله عليهم هكذا سال ما المقصود بالرجعه وهل يجب الايمان بها قال المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا اليها قبل يوم البعث الاكبر ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به انتم ماذا تقولون حينما تقرؤون الادعيه والزيارات فماذا تعتقدون بالمضامين التي في هذه الادعيه والزيارات هل هذه الادعيه تتحدث عن رجوع بعض الاموات قبل يوم القيامه ام ان الادعيه والزيارات تتحدث عن رجوع الائمه جميعا عن رجوع المعصومين جميعا صلوات الله عليهم وهل ان الادعيه والزيارات تقول من ان الاعتقاد بها ليس ضروريا أم أن الأدعية والزيارات تقول من أن الاعتقاد بها ضروري جدا وليس شيعيا من لا يعتقد بها فهل هذا شيعي الخوئي وهل هذا الذي يقلده وسيعتقد بما قال له الخوئي شيعي؟ الخوئي ليس شيعيا وهذا الذي يقلده ليس شيعيا أنتم ماذا تقولون؟ هذه عقائد مراجعكم هذه الاجوبه في اخر ايام حياته هذه الاسئله هي في اخر ايام حياته في السنوات الاخيره من ايام حياته هذه عقائده الضاله في اخر ايام حياته هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء وصدقوني بقيه المراجع لا يختلفون عن عودوا الى برامجي فانني قد جئت باقواله بل هناك من يكفر بالرجعه بل هناك من يسفه الاعتقاد بالرجعه محمد باقر الصدر لا يؤمن بالرجعه اصلا لا يؤمن بها يسفهها وكلمه مشهوره عنه من انها لا تساوي عندي قلامه ظفر قلامه ظفر هذا الزائد الذي نقرضه بالمقاريض من اظفارنا هذه قلامه الظفر احاديث اهل البيت وايات القران المفسره بتفسيرهم لا تساوي قلامه ظفر عند محمد باقر الصدر لانها تتحدث عن الرجعه هو يقلد مرجعا اخر محمد حسين كاشف الغطاء يقول لا تساوي الرجعة عندي فلسة هم يتسابقون في الابتعاد عن أهل البيت مثل ما قلت لكم قبل قليل رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 53 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعه وثائق ضلال الوائل وبتريته. اما المفهوم لدى اهل الشيعه بانه هو الغلام، هذه هذه مذكوره في كتب الشيعه انفسهم في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الامور وانه سوف يعود وانه سوف يعني باذن الله انه يرأس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه وانه يختص من الصحابه من خلفاء ابو بكر وعمر وعثمان لانهم اغمضوا حق امام علي وهذه مذكوره في كتب الشيعه لا لا اسمح لي وقران فاطمه وامور اخرى هذه مذكوره انا فهمت فهمت ما تقول بس اسمح لي اقول لك أقول. شيء نستخرة. نستخرة. هذا الذي تقول بانه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب اهل السنه عشرات الاضعاف لكن اعرف ان اهل السنه لا ياخذون به وإحنا لا نأخذ أيضا بالزيادات هذه التي تقولها وأنت خلطت بين المهدي وبين فكرة الرجعة هذا الذي تتكلم عنه بالرجعة ما العلاقة بالمهدي يوم نبعث من كل أمة فوجا ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي مجيء الإمام المهدي وأن يخرج ويعاقب هذه روايات تدري يعبر عنها احد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره يقول ان اخبار الرجعه لا تساوي عندي فلسا واحده بتنبه لي شويه زين فالمساله اذا ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح احنا كل روايه نخضعها الى نقاش نخضعها الى اخذ وراد الى تمحيص الى نخل كامل هذا اللي تقوله ليش ماكو داعي اذا كان عندهم اخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم واذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى جزائهم على تلك الفضائل وإلى من اذا وضع الحساب والعقاب في الدنيا هذه روايات احنا لا نعتد بها جملة من الروايات وغير ثابتة وكل رواية لها نقاش على ان تحمل الطائفة كلها رواية ضعيفة سمعتم ما نقله عن كاشف الغطاء وهو يتبجح به لابد ان تعرفوا من ان المتصل السني هو على صواب الوائل على خطا المتصل السني نقل له مضامين الأحاديث التي ترتبط بظهور إمام زماننا الوائل لجهله هو رجل جهل لا يعرف شيئا من ثقافة الأترى قال لهذا المتصل السني وبكل ثقة من أنك خلطت بين أحاديث الرجعة وأحاديث المهدي الأحاديث التي جاء بها المتصل السني هي من أحاديث المهدي وليست من أحاديث الرجعة وجناب الأغا يقول نحن لا بد أن نقوم بعملية نخل للأحاديث على أساس ويعرف الأحاديث ما هذه الأحاديث أنت لا تعرفها فهذا الرجل السني المتحدث كان حديثه صحيحا هذه الروايات موجودة في كتبنا بخصوص الإمام المهدي وليست بخصوص الرجعة لكن هذا الوائل يهدي رجل جاهل لا يفقه شيئا من الحديث ليس مهما فجهل الوائل واضح في كل مجالسه ومنابره أنتم تعتقدون أنه على علم الرجل جاهل بثقافة العترة بالمطلق لا يفقه شيئا منها رجل جاهل بتمام معنى الكلمه هو مشبع بالثقافه الناصبيه نعم الرجل ثقافته ناصبيه بالمطلق وجاهل بثقافه العتره بالمطلق وما عنده من معلومات عن ثقافه العتره يستقيها من النواصب ولذا فكلامه هنا كلام خاطئ كلام المتصل السني كان صحيحا ما ذكره السني من ان الاحاديث التي اشار اليها ترتبط بامام زماننا هذا هو الموجود في كتبنا اما ان رد الوائل عليه ان الاحاديث هذه ترتبط بموضوع الرجعه لا علاقه للرجعه بهذا الموضوع رجاء اعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين الدقة والتاكد مما يهذي به هذا الجاهل. اما المفهوم لدى اهل الشيعة بانه هو الغلام، هذه هذه مذكورة في كتب الشيعة انفسهم في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الامور، وانه سوف يعود وانه سوف يعني باذن الله انه يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه وانه يختص من الصحابه من الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان لانهم اغمضوا حق امام علي وهذه مذكوره في كتب الشيعه لا لا, لا اسمح ورجع. لي وقران فاطمه وامور اخرى هذه مذكوره انا فهمت ما فهمت ما تقول بس اسمح لي اقول لك شيء هذا الذي تقول بانه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب أهل السنة عشرات الأضعاف لكن أعرف أن أهل السنة لا يأخذون به وإحنا لا نأخذ أيضا بالزيادات هذه التي تقولها وأنت خلطت بين المهدي وبين فكرة الرجعة هذا الذي تتكلم عنه بالرجعة ما العلاقة بالمهدي يوم نبعث من كل أمة فوجا ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي مجيء الامام المهدي وان يخرج ويعاقب هذه روايات تدريش يعبر عنها احد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره يقول ان اخبار الرجعه لا تساوي عندي فلسا واحده بتنبه لي شويه زين في المساله اذا ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح احنا كل روايه نخضعها الى نقاش نخضعها الى اخذ وراد الى تمحيص الى نخل كامل هذا اللي تقوله ليش ماكو داعي اذا كان عندهم اخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم واذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى جزائهم على تلك الفضائل والى من اذا وضع الحساب والعقاب في الدنيا هذه روايات احنا لا نعتد بها جمله من الروايات وغير ثابته وكل روايه لها نقاش على ان تحمل الطائفه كلها روايه ضعيفه جنابه هكذا يقول احنا كل روايه نخضعها الى نقاش نخضعها الى اخذ ورد الى تمحيص الى نخل كامل هو بالبدايه غير كنت تعرف الروايات حتى بعد ذلك تخضعها لنقاش ثم اي نقاش؟ هو هذا خوئيك لا فهم ولا علم نقاش مثل نقاش الخوئي انت ايش تريد تصير يعني؟ اذا كان السيستاني لا يمثل الا خيطا في فرده من جورب من جوارب الخوي انت تريد تصير فهم علين هو خوئيك لا فهم ولا علم ثم انت لا تعرف الروايات كيف تخضعها لنقاش بهذا الكلام وأمثاله يضحكون عليكم وأنت ما تدري هذه الروايات تابعة للرجعة أو للظهور ما تعرفها والسني أفقه منك يعرف هذه الروايات تابعة للظهور وليست للرجعة فوين تخضعها للنقاش والنخل والتمحيص وين هذا من فوق من جوا يا مكان بهذا الكلام وغيره يضحكون عليكم أنا لا ألوم الإعلام العراقي هشام الديوان ليس من اختصاصه هذه الموضوعات لكنه يبدو عليه أنه كان معجبا جدا بكلام الوائل هو لا يدري كل الكلام اللي حكاه هذه المقابلة كلها خرط كلام كله غلط اللي حجاب مقابلة الوائل على الأي أن أن كلها غلط خرط بخرط وهذا مصداق من مصاديق الخرط رجاءً أن اعرضوا لنا الوثيقة رقم ستة وخمسين من الحلقة مية واربعة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال الوائل وبتريته وإلا الرجعة احنا ايضا الله يرحم بعض الفقهاء يتغمد برحمته الشيخ كاشف الغطاء يقول لا تساوي عندي فلش مو مو برشي من ضرورياتنا مجرد فهم من متبنيات المذهب هسه شنو هي وثاقتها قصدي ما لها الحجم الكبير هذا الرجعة إمامنا صادق يقول ليس منا من لم يؤمن برجعتنا وهذا هيك يقول ينقل عن كاشف الغطاء من ان الرجعه لا تساوي عندي فلس وهو يعلق مستهزئا قصدي ما الها هالحجم الكبير يتحدث عن الرجعه ونحن قرانا ما قرانا وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، هكذا أنت تخاطب إمام زمانك. هذا شيعي محمد حسين كاشف الغطاء شيعي الوائلي شيعي لو هذه الزيارة مو شيعية فهمونا منو الشيعي؟ الوائلي محمد باقر الصدر اللي ينكر الرجعة بالكامل ينكر الرجعة محمد حسين كاشف الغطاء اللي رجع عنده ما تساوي فلس الوائل اللي يستهزئ بالرجعة الخو اللي لا يراها ضرورية وهكذا بقية المراجع منو الشيعة ذولا شيعة؟ انتم شيعة الزيارة الجامعة شيعية لو مو شيعية زيارة اهل ياسين شيعية لو مو شيعية دعاء الإمام العسكري في اليوم الثالث من شعبان شيعي أو مو شيعي، منه الشيعة؟ منو الشيعة؟ هذول السرابيت الهتلية، منو الشيعة؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت فداك متى هذا الأمر الذي تنتظرونه فقد طال فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون والينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقتا مشكلتنا وحلها أين في رسالة إمام زماننا إلى الشيعة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هؤلاء طلبوا المعارف من غير طريق اهل البيت فصاروا منكرين في الحقيقه لامام زمانهم كذابون هؤلاء يقولون عن انفسهم من انهم نواب لصاحب الزمان هؤلاء نواب للشيطان كان في نيتي ان اجعل هذه الحلقه هي القسم الأخير من حديثي عن الخوئي لكن وقت الحلقة قد انتهى وبقي عندي كلام مهم سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله